السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. معكم محمود سعد من قناة الخاصة من مصر، دليلكم في عالم الربح والمعرفة. موضوع الحلقة هيكون عن موقع فيكسس الخاص بالاستثمار في العملات الرقمية من خلال التعدين السحابي. طبعا المفروض ان الموقع ده شبيه جدا بموقع ميزس اللي اتكلمنا عنه قبل كده، ولكن قبل اي حاجة بنشكر اكتر من 22 الف مشترك موجودين في القناة، بنتمنى لكم كل توفيق. لو كان في اي استفسار هسيب كومنت اسفل الفيديو، او تقدر تتواصل معنا من خلال اللينكات اللي هتلاقيها في الديسكربشن. كمان لو ما كنتش مشترك في القناة اتمنى انت تعمل سبسكرايب دلوقتي وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وحابب بس اوريكم الحساب بتاعي على موقع ميزس اللي شغال لحد النهارده، حتى اخر صاحب عامله النهارده. المفروض ان الموقع ده شغال من اكتر من سنه فاتت، ومن خلال الهيستوري في حسابي اوريك اول ايداع، وهو الايداع الوحيد اللي عملته بقيمه 50 دولار عن طريق محفظه باير، وكان بتاريخ 12/11/2018. ومن لحظه الايداع ده لحد النهارده السحوبات اللي انا سحبتها، اخر سحب هنا لسه ويتنج لانه بتاريخ 16/2/2020، والمفروض ان ده يعني بقيمه $14.69، ومن قبله كان في $21، 14، 25 و12، حتى في 200 الف ساتوشي بالبيتكوين، $9، $6 في بعمله البيتكوين، في بالدولار، حتى في بالاثيريوم، وفي باللايت كوين. يعني في بالاثيريوم هنا اهو، وفي كمان بعمله اللايت كوين. والمفروض ان السحوبات دي كلها هنا من خلال عمله اللايت كوين سحبت كمان، فالسحوبات كلها كانت بتتم وبشكل سريع، يعني تقريبا في خلال 24 ساعه، وسحبت تقريبا اضعاف المبلغ اللي انا عملت له استثمار. وما كنتش متخيل ان موقع ميزس ممكن يكمل لحد النهارده، والا كنت استثمرت فيه بمبلغ اكتر من $50. انا مش ندمان على حاجه زي كده، لانه في النهايه المواقع دي بيبقى متوقع انها ممكن تقفل في اي وقت، فبالتالي مش هينفع او مفيش مجال اننا نخاطر ونحط مبالغ كبيره. كويس قوي $50 ممكن تجيب لي مكسب، انما احط في موقع مثلا اكتر من $1000 و$500 وارقام كده، وفي النهايه الموقع ده الاقيه قفل وخسرني كتير، فده اللي مش مقبول على الاطلاق. لان المواقع دي لو قفلت في اي لحظة فانت هتكون خسران كل راس مالك. فلو كان المبلغ اللي انت عملت له ايداع $50 فهتكون بسيطة وهينة، افضل بكتير من ان انت تكون عامل ايداع $500، وبالتالي الموقع لو قفل انت صحيت من النوم لقيت الموقع قفل، فدي خسارة كبيرة جدا. فدايما بننوه وبنوضح ان المواقع دي فيها ريسك عالي، فيا اما ما نستثمرش فيها، يا اما لو هتستثمر فيها تستثمر بمبلغ صغير، وفي نفس الوقت كمان تبقى من ضمن الناس الاولى اللي بدأت استثمارها في الموقع ده اول ما الموقع بيفتح على طول، ما تجيش متاخر. موقع ميزس لحد النهارده شغال، والشبيه لي بالفعل هو موقع فيكسس، حتى في الدومين بتاعه شبيه جدا بموقع ميزس، وده اللي شجعني ان انا احط فيه اكتر من $50، وحطيت فيه بالفعل $100، وحاليا شغال. الموقع ده عايز اقول لك كمان ان هو لسه فاتح، اول يوم لي كان امبارح تقريبا، فالنهارده هو كده مكمل يوم، اكتر من 6000 مستخدم، $16,000 استثمار. فسيبك من الارقام وخلينا نقول ان الموقع ده برضو من المواقع اللي الاستثمار فيها بيكون عبارة عن مخاطرة، فبالتالي مش هنحط مبلغ كبير، يعني ما تكترش عن $100 في الموقع ده، لانه في النهاية ممكن يقفل في اي وقت. ومن خلال الريجستر بنضغط عليها، وبعد كده بنلاقي هنا ان انت بتحط اللوجن بتاعك، بتحط الايميل، بتحط الباسورد وبتأكده، وبعد كده بتحل الكباتشة، بتحط الارقام اللي ظهرة قدامك، ويتعلم I agree with the user agreement، وبعد كده بتعمل registration، وبعد كده تقدر تخش من خلال الساين ان من هنا، تضغط عليها فبتخش من خلال اللوجن ومن خلال الباسورد. وانا طبعا عامل حساب عليه بالفعل، وعملت فيه ايداع بقيمه $100 من خلال محفظه البيرفكت ماني من خلال اليو اس اي دولار، ضغطت عليها فظهر لي محفظه الباير والبيرفكت، فبالتالي اخترت البيرفكت وعملت ايداع بقيمه $100. والمفروض ان ده هيكون ظاهر في الهيستوري عندي من خلال الحساب بتاعي من هنا، ايداع كان بقيمه $100 وده بتاريخ 15/2/2020 امبارح. والمفروض ان انت من خلال البالانس عندك ومن اول ما بتخش وبعد ما بتسجل مباشرة بيكون عندك امكانية ان انت تعمل ريبلينش وتعمل ايداع في حسابك الاول بالعملة اللي انت تقدر تعمل بها ايداع. يعني انت ممكن تعمل ايداع بالبيتكوين، بيتكوين كاش او غيرها، او حتى تعمل ايداع بالدولار من خلال الباير والبيرفكت ماني. بعد كده واجب عليك ان انت تخش على بورتشاس ماينينج باور علشان خاطر تشتري الطاقة التعدينية اللي هتكسبك. يعني انت لو عملت ايداع والرصيد بتاعك فضل في البالانس انت كده ارباحك ما بتتحققش، وبالتالي انت ما بتستفدش حاجة. لازم تخش على البورتشاس ماينينج باور علشان خاطر تختار من الاس اتش اي 256 او السكريبت او الاي تي هاش علشان خاطر تبدا تحقق ارباح. من الاس اتش اي 256 اخترت عمله الدولار، ودي اللي عملت بيها ايداع بالفعل، وكان مثلا الرصيد هنا البالانس بيبقى ظاهر هنا، طبعا هنا زيرو دلوقتي، وبالتالي بتظهر لك هنا والبورتشازد الكام جيجا هاش اللي انت هتستثمرهم او هتشتريهم بال $100 ديت، وكان التوتال هاش ريت هم 4000 جيجا هاش،
واللي بيجيبوا الديلي انكم 1.4%، وبعد كده بتعمل بورتشاس مايننج باور. وبالتالي انت المفروض لو لاحظت من واجهه الموقع في الاساس هنا $3 جت فري، انت بتاخد $3 مجانا، ودول ظهروا معايا من حسابي على اللايت كوين على السكريبت. فبالتالي بخش هنا، انا اشتريت ال 4000 جيجا هاش على الاس اتش اي 256 من خلال ال $100 اللي عملت لهم ايداع من خلال البرفكت ماني، ولكن السكريبت هنا لقيت ان في 10 جيجا هاش موجودين في السكريبت. طبعا انت كده معاك جيجا هاش موجوده في السكريبت وجيجا هاش موجوده في الاس اتش اي، ولازم تفعلهم وتشغلهم. فبتروح على خانه المايننج بتضغط عليها، وبالتالي بتنقلك مباشره على الاس اتش اي اللي بتوريك هنا ان انت معاك هاش ريت 4000 جيجا هاش تقدر تعدن بيهم البيتكوين كاش، او ممكن تقفل البيتكوين كاش خالص وتبدا تعدن البيتكوين. وعندك برضو نفس الفكرة، يعني حتى الموقع بيعمل ريلود لوحده علشان يبدأ يعدلك في العملة التانية. فانت كنت بتعدن في عملة، تقدر تعدن في عملة تانية زي ديجي بايت البيتكوين، وتقدر تخش لو انت كنت عامل ايداع في السكريبت بالفعل ومعاك هاش ريت في السكريبت اللي هم معايا دلوقتي من $3 اللي انا خدتهم فور فري. فانا استغليت $3 دول في ان انا اعدن اللايت كوين، واقدر اغيرها واسحب 100% دول واخليهم سيس كوين على سبيل المثال. طبعا انا بالنسبة لي بشوف ان البيتكوين يعني تعدينه بيكون تقيل شوية وبياخد وقت، ففضلت ان انا اعدن في البيتكوين كاش لانها سريعة نوعا ما، والارباح ممكن تجيني اسرع من انها تجيني بالبيتكوين. فدي من الحاجات اللي ممكن انت تحس بيها او تجربها تستخدمها، يعني تبدأ ان انت مثلا يوم تجرب مع بيتكوين كاش، يوم تاني تجرب مع ديجي بايت، يوم تاني تجرب مع البيتكوين، فيبقى عندك خلفية انهي الافضل وبالتالي تستمر فيه. طبعا احنا مكملين، وفي اقرب فرصة هنجيب لكم اثبات سحب من الموقع، ومستمرين في اخبارنا، يعني حتى لو مش من خلال فيديو فممكن نقوله في بوست على صفحة الفيس. فما تنساش ان انت تتابعنا من خلال اللينكات اللي هتلاقيها في الديسكريبشن، وافكارك طبعا مهمة جدا، فاتمنى ان انت تسيبها في التعليقات، ساهم معانا سواء كان بلايك او بكومنت او بشير. وما تنساش لو ما كنتش مشترك في القناة تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. دمتم في امان الله ورعايته، كنتم معي انا محمود سعد من القناة الخاصة بالمصري، دليلكم في عالم الربح والمعرفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.